هنا الوصول. الله يا بن صاروخ وصل، يقدم ايضا اسم ثاني، هذه مشغلة. عبد الله بن سالم بن مصبح بن صاروخ النعيمي يتقدم في المركز الثامن، المركز التاسع، القدوم من وصايف حمد بن نايع بن صاروخ النعيمي، المركز العاشر، هنا القدوم، هنا الوصول، هذه ايضا المناعة، المنامة علي بن خلفان بالشاوي الغفلي، وصل شعار بالشاوي، ولكن ارى شعار اخر قادم، هذه مرضية محمد بن حمد بن سالم الاكتبي، وصل بن سليم، وصل بن سليم ايضا قادم من المدام، عاشقي سلالة جبار يتقدم هنا من خلال هذه الانطلاقات، واحد من الاسماء المشاركة بكل قوة واداء مميز كما عودنا، ولكن نعود الى الصدارة، نعود الى مقدمة الشوط، نعود الى المركز الاول، هذه نوع المركز الاول، علي بن سالم بصاروخ النعيمي، النعيمي على الصدارة، النعيمي على المركز الاول، يقدم هذه التحديات، يقدم هذه الانطلاقات، يقدم هذه النجومية، الوصول على المركز الثاني، هناك القادمة شواهين، صالح بن حمد بن سعيد يتقدم المنصوري على المركز الاول، غير في هذه اللحظات، خذ هذا المركز مرموق هنا في المنافسة القوية، انتصفت المسافة، وصل بن دغيش ليقدم مطفية، سعيد بن راشد بن دغيش يتقدم على المركز الثالث، المركز الرابع، القادمة وصايف حمد بن نايع بن صاروخ النعيمي، وصل مع وصايف، غيرت خلال المركز الثالث هذه اللحظات، انا بدوري اخذ المركز الخامس، عوايد سعيد بن سالم بالمتهيج يتقدم قدم الاكتبي هنا ليقدم هذا الاسم، الوصول، الله يا مزنة، محمد بن حارب بالعجيد الاكتبي، وصل بالعجيد، والورقة الثانية مع بن صاروخ، هي مشغلة القادمة، هي مشغلة المنطلقة، في هذه اللحظات يتقدم عبد الله بن سالم بن مصبح بن صاروخ النعيمي، الوصول من مهمة، راشد بن صابر بن سعيد الاكتبي، وصل بن صابر، راعي سرابة وصل، يتقدم بن صابر هنا في هذه الانطلاقة القوية والعملاقة القادمة مرضية، صالح بن محمد بن سالم باللاحج الاكتبي، هكذا النتيجة، ولكن العودة هناك من الزاوية الأخرى، القادمة بشعار بن سليم، القادمة بانطلاقتي أيضا هناك مرضية، محمد بن سالم ايضا الاكتبي، اعود الى المنصوري على الصدارة، صالح بن حمد بن سعيد المنصوري يتقدم في المركز الاول ليقدم لنا شواهين، مجموعة من الشواهين، 1500 متر المتبقي، هي على الصدارة، تسعيرة هجن الرياسة التاسعة، تسعيرة المسك، صاحبة السيوف سيف مهرجان ولي عهد دبي، وصاحبة سيف ختام المرموم سيف الامارات، يا سلام، وضعت هذه التسعيرة تيمنا على هذا الفوز، فهنيا لهجن الرياسة على هذا الدعم الكبير، عودة الى شعار المنصوري مع شواهين، المركز الثاني، هذه القادمة، هذه وصايف حمد بن نايع بن صاروخ النعيمي، المركز الثالث، هناك مزنة محمد بن حارب العجيد، المركز الرابع، القدوم، وصلت مهمة، راشد بن صابر بن سعيد، الكيلو متر الاخير، الكيلو المثير، الكيلو ايضا اللي ما بعده الا الفوز، اللي ما بعده الا الانتصار، لمن الفوز، لمن الاداء المميز، الصدارة مع شواهين هي في الصدارة، صالح بن حمد بن سعيد المنصوري 800 متر الأخيرة، 800 ما شاء الله تبارك الله، هناك أيضا وصايف حمد بن نايع بن صاروخ النعيمي، الأربع المراكز الأولى انعزال تام ما بين الأربع، الفوز لمن؟ ما زال المنصوري مع شواهين 600 متر الأخيرة، جولة الأوامر، الله 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 الله، شواهين
القادمة. شواهين ووصايف، شواهين ووصايف، وهناك مهمة، مهمة قوية على المركز الثالث. تحركت وصايف، تحركت وصايف، من صاروخ، من صاروخ، من صاروخ، من صاروخ يتقدم، من صاروخ على المركز الأول على الصدارة الأولى. يقدم وصايف، وصايف حمد بن نايع بصاروخ النعيمي على مقدمة الشوط. ما شاء الله تبارك الله، هذه هي وصايف. أهالي السوان، أهالي السوان ينتظرون السلام. تهانينا والناموس، سلام ميدان السوان، سلام 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 سلام، عبر الهواء مباشرة وعبر قناة ياس وعبر إذاعة راس الخيمة. سلام بصاروخ سلام على المركز الأول. المركز الثاني اللي وصلت المركز الثاني هي شواهين لصالح بن حمد بن سعيد المنصوري. المركز الثالث وصلت فيه مهمة راشد بن صابر بن سعيد الكتبي. المركز الرابع الوصول كان في المركز الرابع الهبيبة حمد بن راهد بن عامر الكتبي. المركز الخامس تحدياتي خيال كاسب سالم كاسب المسافري. هكذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام شاهدنا هذا الشوط، شاهدنا هذه الانطلاقة القوية والعملاقة. فتهانينا والناموس على هذا الفوز الذي قدم من خلال هذه الانطلاقة. مشاهدينا ومتابعينا الكرام ايضا شاهدنا شعار ايضا وصايف هي من فازت، وصفت هذا الشوط بانه لحمد بن نايع صاروخ النعيمي. سلام لميدان السوان، سلام سلام لبن صاروخ، سلام. 7 دقائق التوقيت الزمني، راح يا مخرجنا، راح راحت اللي هي وصايف، ولكن تأتي هنا مشاهدين الأعزاء 7 دقائق 32 وفاء وتماما وكمالا. تهانينا والناموس على هذا الفوز. المركز الثاني، هناك وصول أيضا في المركز الثاني من خلال هذا التواجد الذي قدم من خلال هذا الأداء المميز. شواهين صالح بن حمد بن سعيد المنصوري حيث قطعت مسافة السباق في 7 دقائق 36 وجزئين من الثانية. المركز الثالث كانت هناك اللي هي مهمة راشد بن صابر بن سعيد الكتبي حيث قطعت مسافة السباق. مشاهدين الأعزاء في أول أشواط اللقاية المحليات الأصايل 7 37 4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز الذي قدم هنا من خلال هذه التحديات. تهانينا والناموس حيث أيضا ظفرت وصايف بالمركز الأول. تهانينا لمالك حمد بن نايع بصاروخ النعيمي على هذا الفوز.